بنرجع تاني للقاهرة، واحنا عارفين ان زي ما النجوم ليهم دور على الشاشة بيكون ليهم ادوار تانية من خلال الانشطة الاجتماعية اللي بيعملوها. ومن يومين تم تنصيب كندا علوش كسفيرة لمشروع نقدر، وده مشروع لحماية وتحسين صحة الفتيات السوريات وكمان المصريات. بإحدى الفنادق الكبرى بالمعادي أقيمت احتفالية ضخمة لتنصيب كندا علوش كسفيرة لمشروع نقدر، وهو إحدى المشاريع التابعة لحملة أنت الأهم. المشروع ده مهم قوي جدا، أهم حاجة فيه إن هو بيشتغل على فكرة الدمج ما بين المجتمعين السوري والمصري، فكرة إن احنا نتكلم عن إنه ما تبقاش البنت بس مهمشة، ما يبقاش فيه اضطهاد، ما يبقاش فيه ظلم، سواء من العيلة من المجتمع. الدكتور عمرو حسن المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة كشف لنا عن أسباب اختيار المؤسسة لكندا علوش. لما كنا قاعدين نفكر مين تكون سفيرة للمشروع فلقيناها محبوبة جدا من الناس، يمكن هي أكتر فنانة سورية واصلة جدا مع الناس والناس بيحبوها. بنقول دايما إن القوة الناعمة والفن أكتر حاجة بتوصل للناس. كندا أبدت سعادتها الشديدة باختيارها وإن ده شرف كبير ليها. لما الأساتذة دعوني قلت لهم ده شرف كبير ليا الحقيقة. أنا سعيدة إن هم اختاروني عشان هم شايفين فيا مش بس فنانة، هم شايفين فيا شخص ممكن يوصل رسالة سواء للمجتمعات السورية اللي موجودة هنا في مصر أو للأسر المصرية، ودي حاجة أنا مسؤولية أتمنى إن احنا بعد في المشروع ده فعلا نحقق حاجات حقيقية. معروف عنها دعمها للمشروعات المجتمعية وخصوصا اللي بيكون ليها تأثير قوي على أرض الواقع. عايز أقولك إن أنا قبل ما يجيلي أي مشروع بسأل 700 مرة عشان أبقى متأكدة إن ده مش بس برستيج، يعني مش بس منظر، احنا مش هنيجي بس نتصور، مش هنيجي بس نستلم درع، إن هيبقى في شغل بجد. ودي مش أول مرة يتم تنصيبها كسفيرة، فهي كمان سفيرة لليونيسف. أنا بشتغل مع اليونيسف كهاي بروفايل فولنتير اسمها. بالنسبة لي بحس ان ده زي ما كنت بقول، بحس ان ده واجبي.